باختصار، خريص هي بادرة شبابية تحرص على تقديم محتوى مميز بتلقائية القائمين عليه والابتعاد عن النمط التقليدي الممل في الإذاعة والإعلام. شكرا لكم. يعطيك العافية خالد. العرض اللي انت قدمتيه وافي واضح، وانا شخصيا مهتم فيه. الله يسلمك يا رب، وحنا يعني باذن الله بمجرد الحصول على التمويل من صندوق الدعم يعني خريص باذن الله راح تكون نبراس للصحافه الجديده، مو فقط بالسعوديه بل ان شاء الله بالعالم العربي يعني كله. طبعا عندي مداخله بسيطه. تفضل. هذا المشروع زي اي مشروع مر علينا، لازم نقيس درجه اقبال الناس عليه عشان نقدر نحدد فشل أو نجاح المشروع. بس نقدر نوفر لكم الدعم. عفوا بس ممكن توضح أكثر، ما فهمت عليك. اللي خلاني أقول هذا الكلام، أنا شيكت اليوم الصباح على موقعكم وشفت البرنامج اللي على كلامكم إنه ناجح، ولقيت عدم إعجاب أكثر بكثير من الإعجاب، وهذا بحد ذاته مؤشر. أي برنامج تتكلم عنه؟ عفوا، برنامج سواليف سعود، تحديدا حلقة سوق الخضرة. اها. اوف. شكلك ولا هالنظاره هنا وتغوص. لا لا اصبر 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 اصبر. ما ادري يمكن وقت نزول الحلقة كان غلط. سوق الخضرة اجل ها؟ سوق الخضرة. وينك في الشعب؟ يمكن احنا تاكين حزن. احنا اول ردمية على اليسار. حبيبي حبيبي حبيبي. شكلك شكلك. يعطيكم العافية يا شباب، وش ذا الشغل الزين ما شاء الله. الله يعطيك العافية. كفو والله كفو، استمروا ها. سعود ما يخالف، أنا أخوك لكل جواد الكبوة، وإن شاء الله نمورك طيبة قدام ها. أشد الهمة، يلا يعطيكم العافية، كملوا شغل يا جماعة. خالد. هلا. لحظة معلش بكلمك شوي. سعود مرة حالته متدهورة، مرة مو عاجبني. ليش؟ ما أدري، قاعدين نحاول نسجل بس مرة مو راضي يضبط معنا. تشكك شوي نعيدك شوي نعيد. لا لا ما عليك، بس اضغط عليه. يلا عساكم على قوة. ودي اتكلم الصراحة عن موضوع كيف ان الواحد المبتدئ يشق الشعيب ويتعلم. دقيقة، اعرف هذه السالفة. طق قسم، كل قسم. دقيقة، في واحد يشق الشعيب مين؟ والله الفشل معدي صح؟ الفشل معدي. والله شكلي ما بجي اسمع. شكلنا عادي نلعب.